صدر عن مالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية قرار رقم 46 لسنة 2022 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية جاء فيه: المادة الأولى الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشان نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية مدعوون للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز وذلك لانتخاب أعضاء المجالس البلدية يوم السبت الموافق 12 عشر من نوفمبر المقبل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساءً. وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجرى الإعادة يوم السبت الموافق التاسع عشر من نوفمبر المقبل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء المادة الثانية يفتح باب الترشيح لعضوية المجالس البلدية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق الخامس من أكتوبر المقبل حتى يوم الأحد الموافق التاسع من أكتوبر المقبل وتقدم طلبات الترشيح في مختلف المناطق البلدية الانتخابية إلى اللجان المختصة